قصد روض الأطفال بحاسب ليل بجراد المنجز بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج 1000 علبة معرفة لتوزيع اللوازم المدرسية على الأطفال المتحدرين من أسر معوزة. قررنا في إطار بحث التخرج إنشاء جمعية وتحقيق مشروعنا لتوزيع 1000 علبة معرفة. الهدف الأساسي للجمعية هو تيسير الولوج إلى التعليم في مجموعة من الدول. اخترنا هنا الولاية تاع جرادة لحقاش هنايا كاين لي زيكول اللي محتاجين لي فورنيتور سكولير لي تروس لي ستيلو. المبادرة ذات البعد التضامني والمعرفي نظمت بشراكة مع جمعية محلية ويستفيد منها 1000 طفل في 19 مؤسسة تعليمية، وذلك من أجل تشجيع التمدرس في الأوساط الفقيرة ورسم الابتسامة على محيا الأطفال. أنا فرحانة بزاف من عطوني هاد الشيء، هاد المقلامة وهاد الدفاتر، عطوني الدفاتر أدوات، راني فرحان بزاف بزاف. وعندنا عدد ما يناهز 90 طفل. الأسر معوزة، وهذا الالتفات جات باش تدعم شوية للأطفال ولا سيما فيما يخص الجانب نتاع الأدوات المدرسية. زيارة هؤلاء الطلبة كانت فرصة أيضا لغرس بعض الشجيرات بمدخل المؤسسة التعليمية، سلوك جدير بالتشجيع باعتباره قيمة تربوية تروم حماية البيئة والحفاظ عليها.